كأس العالم أعظم بطولة كرة قدم على وجه الأرض. الفضل في انطلاقها سنة 1930 بيرجع للفرنسي جول ريمي رئيس الاتحاد الدولي وقتها، وكان طبيعي أن أول نسخة من كأس العالم تحمل اسم ريمي. أوروغواي استضافت أول نسخة احتفالاً بمئة عام من الاستقلال. أوروغواي كانت بطل أولمبياد 1924 و 1928، وكان لها وزن كروي، وكمان شيدت للبطولة خصيصاً ملعب جديد واللي كان طبعاً اسمه سنتيناريو أو المئوية. بطولة ما شاركش فيها غير أربع منتخبات أوروبية بسبب صعوبة السفر وقتها. الفرنسي لوسيان لورو دخل التاريخ لما سجل أول هدف في تاريخ البطولة بشباك المكسيك. أوروغواي فازت على جارتها الأرجنتين 4-2 بتألق من هكتور كاسترو الملقب بالشيطان، لأن إيده كانت مبتورة. النسخة الثانية استضافتها إيطاليا. بطولة شهدت الظهور الأول لمصر والخسارة 4-2 أمام المجر، وسجل لمصر هدفينها عبد الرحمن فوزي. اللقب كان من نصيب أصحاب الأرض بعد ما فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 في الوقت الإضافي. أوروبا استضافت النسخة الثالثة أيضاً، ولكن في فرنسا هذه المرة، عشان تكون إيطاليا أول دولة تحافظ على لقبها في المونديال. وكمان بقى فيتوريو بوتسو المدرب الأول والوحيد حتى هذه اللحظة اللي يكسب اللقب مرتين. نجم البطولة كان البرازيلي ليونيداس اللي أبهر العالم لما سجل من ضربة خلفية مزدوجة. البطولة وقفت بعدها 12 سنة بسبب الحرب العالمية الثانية اللي دمرت أغلب دول أوروبا، عشان تستضيف البرازيل رابع نسخة سنة 1950. بطولة عرفت أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم لما فازت الولايات المتحدة على إنجلترا 1-0. النسخة كانت فريدة لأنها ما تلعبتش بنظام المباراة النهائية، وإنما بنظام دور مجموعات نهائي. لكن للصدفة كانت المباراة الأخيرة بين البرازيل وأوروغواي محددة للبطل. ملعب ماراكانا استضاف يومها المباراة ذات أكبر حضور جماهيري في تاريخ كرة القدم، 199,854 مشجع. مباراة معروفة أيضاً باسم كارثة ماراكانا، وكان ضحيتها مواسير باربوزا حارس البرازيل صاحب خطأ هدف الخسارة. البطولة رجعت أوروبا تاني في 1954 على أرض سويسرا. المجر كانت المرشح الأبرز لللقب بتشكيلة خارقة، أبطالها فرانتشيك بوشكش وزولتان تشيوبور وساندور كوتشيتش وناندور هيدوكوتي. هجوم مرعب سجل 27 جول في 5 مباريات فقط، منهم 7 في شباك ألمانيا الغربية بالدور الأول. للصدفة التقى المنتخبين تاني في النهائي، وتقدمت المجر بهدفين في أول 8 دقايق، لكن حصلت وقتها معجزة بيرن وهطلت الأمطار بغزارة، والألمان كانوا مستعدين بأحذية أديدس وقدروا يقلبوا النتيجة للفوز 3-2 وحصد اللقب اللي أحيا ألمانيا بعد هزيمة الحرب العالمية. نسخة 58 كانت تاريخية، استضافتها السويد وفازت بيها البرازيل على حساب أصحاب الأرض 5-2 في النهائي. مواجهة هي الأكثر تكراراً في تاريخ كأس العالم بواقع 7 مرات. المراهق بيليه شارك لأول مرة بعمر 17 سنة وسجل 6 أهداف، منهم ثنائية رائعة في النهائي، وهو أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم لما كان عمره 17 سنة و239 يوم. لكن نجم البطولة الأول كان الفرنسي جوست فونتان اللي سجل 13 هدف، رقم قياسي يصعب تحطيمه لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة. البرازيل قدرت تحافظ على اللقب في نسخة 1962 على أرض تشيلي، عشان تكون آخر منتخب لحد النهاردة قدر يفوز باللقب مرتين ورا بعض. بطولة اشتهرت بمباراة تشيلي وإيطاليا المعروفة بمعركة سانتياغو، وعرفت كمان أفضل إنجاز في تاريخ تشيلي اللي حصدت المركز الثالث. بيليه فاز للمرة الثانية، لكن ما كانش نجم الشباك
لأنه اتصاب بدري، فقاد مكانه جارينشيا المسيرة عشان تفوز البرازيل في النهائي على تشيكوسلوفاكيا اللي خسرت تاني وآخر نهائي في تاريخها. نسخة 66 كانت تاريخية لأن إنجلترا مخترعة كرة القدم كسبت على أرضها لقبها الدولي الوحيد، وبفضل الكلب بيكلز تم العثور على كاس جول ريمي المسروق. كوريا الشمالية صدمت العالم وهزمت إيطاليا، لكنها ودعت البطولة أمام البرتغال الحصان الأسود في مباراة مجنونة انتهت 5-3، وكان بطلها أوزيبيو هدف البطولة برصيد 9 أهداف، واللي قاد بلاده للمركز الثالث في أول مشاركة ليها. قائمة البرازيل شهدت تواجد إيدو، مراهق عمره 16 سنة و339 يوم، عشان يكون أصغر لاعب يظهر في أي قائمة لكأس العالم، لكنه ما شاركش في أي دقيقة. البرازيل حاملة اللقب ظهرت بشكل مخيب، وبيلي تعرض لعنف شديد تاني وقرر الاعتزال دوليا. أما إنجلترا فما فوتتش الفرصة وهزمت ألمانيا الغربية في النهائي الشهير بهدف جوف هورست اللي الكرة فيه معدتش خط المرمى. نسخة جديدة خالدة شهدتها المكسيك سنة 1970. بيلي رجع من الاعتزال الدولي عشان يكون خماسي هجومي حديدي مع توستاو وريفيلينو وجاريزينيو وجيرسون، وجوردون بانكس حارس إنجلترا التاريخي عمل قدام بيلي أعظم تصدي في تاريخ كأس العالم. إيطاليا هزمت ألمانيا الغربية 4-3 في مباراة القرن وتأهلت للنهائي، وتاريتشيزيو بورنيتش مدافع إيطاليا اكتشف إن بيلي مش مخلوق طبيعي من شحم ولحم زينا. كارلوس ألبرتو سجل أجمل هدف جماعي في تاريخ كأس العالم بتمريرة بيلي الحاسمة 10 ليه في المونديال عموماً، عشان تحتفظ البرازيل بكاس جول ريمي للأبد. وفي 74 استضافت ألمانيا الغربية البطولة وفازت بيها، لكنها خسرت في الدور الأول قدام ألمانيا الشرقية جارتها الفقيرة. البطولة عرفت نتائج ضخمة، فخسرت زائير 9-0 أمام يوغوسلافيا تحت تهديدات الديكتاتور موبوتو سيسيسيكو، وسقطت هايتي 7-0 قدام بولندا، والعالم اتعرف على الفنت الشهير ليوهان كرويف. لكن كرة هولندا الشاملة ما كانتش كافية لقهر أصحاب الأرض في النهائي، ورغم ديكتاتورية خورخي فيديلا استضافت الأرجنتين نسخة 78 وغرقت جماهيرها الملعب بالشرايط البيضة، بينما غاب كرويف نجم هولندا بسبب الوضع الأمني. الأرجنتين هزمت بيرو 6-0 في مباراة جدلية حامت حولها الشبهات عشان توصل النهائي وتهزم هولندا 3-1، بطولة تألق فيها ماريو كيمبس الهداف وتيوفيلو كوبياس نجم بيرو. بنكمل مع كأس العالم 82 في أسبانيا. باولو روسي رجع من إيقاف طويل عشان يقود إيطاليا للقب. المجر حققت رقم قياسي بفوز هو الأكبر في تاريخ المونديال على السلفادور 10-1. هارالد شوماخر حطم فك باتريك باتيستون. الجزائر حققت معجزة خيخان وهزمت ألمانيا الغربية، لكنها وقعت ضحية لفضيحة خيخان وودعت لصالح النمسا. الكويت دخلت التاريخ بالشكل الخاطئ بعد ضغط فهد الأحمد الصباح على الحكم لإلغاء هدف فرنسا. الأيرلندي نورمان وايتسايد بقى أصغر لاعب يشارك في تاريخ المونديال بعمر 17 سنة و41 يوم. مارادونا ظهر لأول مرة في كأس العالم وودعه ببطاقة حمراء. جيل زيكو وسوكراتس وفالكاو وجونيور وكورتو الجميلة ما كانتش كافية لتتويج البرازيل، بينما صرخة ماركو تارديلي خيمت على العالم كله. كأس العالم 86 كان بطولة دياجو أرماندو مارادونا بامتياز. لحسن حظ الجمهور المكسيكي قدر يشوف مارادونا بعد ما شاف بيلي في سنة 70. المنظم في الأساس كان كولومبيا، لكن عدم جاهزيتها نقلت البطولة للمكسيك اللي بقت أول دولة تنظم المونديال مرتين. خوسيه باتيستا لاعب أوروغواي دخل التاريخ بأسرع طرد في تاريخ كأس العالم
بعد 56 ثانية فقط قدام اسكتلندا. المغرب عمل مشاركة تاريخية وتصدر مجموعة فيها انجلترا وبولندا والبرتغال، لكنه خرج في ثمن النهائي بقذيفة لوثر ماتيوس صاحب أكثر عدد مباريات في تاريخ البطولة. أما مارادونا فاستفاد من هفوة علي بن ناصر وسجل هدف سماه هدف يد الرب، وبعدها بدقائق سجل هدف القرن بعد تجاوز دفاع انجلترا كله. هيمنة الأرجنتين وألمانيا الغربية استمرت على كرة القدم علشان في نسخة 1990 في إيطاليا يكون أول نهائي مكرر لنسخة تانية على التوالي. الكاميرون صدمت الأرجنتين في الافتتاح بجول فرانسوا أومان بيك، ومصر رجعت للمونديال بعد غياب 56 سنة، ومجدي عبد الغني كان المستفيد الأكبر بعد ما قهر هانز فان بروكلين عشان يزلوا العمر كله. الأرجنتين خدرت برانكو بالإزازة الشهيرة وهزمت البرازيل. روجي ميلا ضحك على هيجيتا وعمل رقصته الشهيرة. فرانك ريكارد بصق على رودي فولر، وفرانس بيكنباور بقى تاني شخص يكسب اللقب كلاعب وكمدرب. والإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي كان هداف مفاجئ لكأس العالم، بينما مارادونا فكل منابه كان الدموع بعد خسارة النهائي في الأولمبيكو. ف94 استضافت الولايات المتحدة البطولة، نسخة كانت الأخيرة لمارادونا اللي تم استبعاده بسبب المنشطات، بينما ميلا فرجع وسجل تاني وبقى أكبر لاعب يهز الشباك في تاريخ المونديال بعمر 38 سنة و19 يوم، رقم قياسي تاني عرفته البطولة لما سجل الروسي أوليغ سالينكو 5 أهداف في مباراة الكاميرون. السعودية ظهرت لأول مرة، وسعيد العويران دخل التاريخ بهدف مارادوني ضد بلجيكا، بينما سحرت نيجيريا العالم بقميصها الأنيق وأدائها الممتع. بيبيتو بقى أب واحتفل بطريقة خالدة، وروبرتو باجيو كسر قلبه وقلوب الإيطاليين وأهدى اللقب للبرازيل. أما واحدة من أجمل بطولات كأس العالم فكانت نسخة 98 في فرنسا، ريكي مارتن غنى The Cup of Life، بلانكو جنن العيال الصغيرة بترقصه الغريبة، أمريكا وإيران أوقفوا عقود طويلة من العداوة لمدة 90 دقيقة، منتخب رومانيا بالكامل صبغ شعره أصفر، سالس وزامورانو عملوا ثنائية نارية في هجوم تشيلي، مصطفى حجي أثر قلوب الجمهور العربي، برايان لاودروب رد على اتهام ابنه باحتفال مش ممل تماما، ودياجو سيميوني استفز ديفيد بيكن، ودافر سوكر اقتنص جايزة الهداف من الظاهرة رونالدو اللي أرعب زملائه بإغماء مفاجئ وشهير خلاه شبح في نهائي أداره المغربي سعيد بالكورة، بينما فرنسا وبثنائية رأسية لزين الدين زيدان بقت آخر دولة تاخد اللقب على أرضها. في 2002 كان أول مونديال على الأراضي الأسيوية، فرنسا حاملة اللقب تلقت الطعنة من سنغال برونوميتسو، شباك محمد الدعيع استقبلت 8 أهداف ضد ألمانيا، الظاهرة رونالدو غير الموضة في العالم بتسريحة شعر المكنسة، جونغ هوان أطاح بإيطاليا بالهدف الذهبي، وهاكان شكور سجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم. أما مايكل بالك نجم ألمانيا فقدها للنهائي لكنه غاب عنه للإيقاف، وأوليفر كان أفضل لاعب في البطولة بس غلطته كانت بألف وأهدى اللقب للبرازيل اللي حصدت لقبها 5 في رقم قياسي، وقائدها كافو بقى أكتر لاعب يخوض نهائيات مونديالية في التاريخ. بنوصل لنسخة 2006 في ألمانيا، البطولة اللي أبدع فيها زيدان لحد ما نطحته لماتيرازي كلفت فرنسا اللقب لصالح إيطاليا. نسخة اشتهرت بورقة يانز ليمان السحرية حارس ألمانيا واللي أطاحت بالأرجنتين، وبضغط كريستيانو رونالدو على الحكم عشان يطرد وين روني زميله في مانشستر يونايتد، وكمان الكرواتي يوسيب سيمونيتش اللي دخل التاريخ لما خد 3 كروت صفراء ضد أستراليا. أما لقطة البطولة فكانت إشهار الحكم إيفانوف 4 كروت حمراء في مباراة هولندا والبرتغال كرقم قياسي للبطولة.
أخيراً في نسخة 2010 جه كأس العالم لقارة إفريقيا. جنوب إفريقيا، أرض نيلسون مانديلا، استضافت البطولة اللي هتكسبها إسبانيا برصاصة أندريس إنييستا القاتلة، مع جيل ذهبي أبرز نجومه ديفيد فيا وإيكر كاسياس وتشافي هرنانديز. هولندا خسرت النهائي لتالت مرة في تاريخها عشان تنفرد بلقب أفضل منتخب غير بطل. معسكر فرنسا انفجر بخناقة وصلت للسباب بين ريمون دي مونيك ونيكولاس أنيلكا، وانتهت على إضراب قادو باتريس إيفرا. أوروغواي كانت مفاجأة البطولة بأهداف دياغو فورلان الجميلة، وبتضحية لويس سواريز ولمسة اليد اللي خلت أساموا جان يندم العمر كله. نسخة 2014 عرفت رجوع الاستضافة للبرازيل لتاني مرة بعد 1950، لكن النتيجة ما اختلفتش، بل ربما أسوأ. كارثة مينيراو والخسارة بالسبعة أمام ألمانيا في الليلة هزت العالم. خامس رودريجيز اتألق وسجل أهداف جميلة خلته هداف البطولة، بينما وصل ميروسلاف كلوزا ل 16 جول وبقى الهداف التاريخي لكأس العالم تحت أنظار رونالدو الظاهرة. أما ليو ميسي فقد الأرجنتين للنهائي، لكن ماريو جوتسا ظهر في اللحظة المناسبة عشان يهدي ألمانيا لقبها الرابع. وأخيراً في 2018 رجعت مصر للظهور الثالث في تاريخها، مشاركة مخيبة استفاد بها صلاح في أنه يعادل أهداف عبد الرحمن فوزي ويتجاوز مجدي عبد الغني، وحقق فيها عصام الحضري رقم قياسي كأكبر لاعب في تاريخ كأس العالم بعمر 45 سنة و 161 يوم. إسبانيا خسرت قبل ما تشارك بإقالة جولان لوبيتيجي 24 ساعة بس قبل البطولة. كوريا صعقت العالم بفوز تاريخي على ألمانيا، وجيل كرواتيا الذهبي بقيادة لوكا مودريتش وماريو مانزوكيتش وإيفان راكيتيتش مشي في الطريق لنهايته، لكن أسلحة فرنسا الفتاكة بقيادة بوجبا ومبابي وغريزمان أدت المهمة بنجاح.